كسفر خاطف عبر الوطن، تحمل أجنحة متحف الباردو زوارها إلى معالم الهوية والأصالة من خلال معرض للحلي التقليدية إحياء لليوم العربي للتراث. المتحف يقوم بدور من الأدوار المنوطة به، ألا وهو تثمين وترقية ونشر التراث المادي الجزائري. يبين الثراء الجهوي التقني والفني لمختلف المناطق عبر التراب الوطني. خيط الروح، المحزمة، أبزيم وغيرها، تسميات تروي قصصا وحكاية عن التنوع الثقافي الذي تزخر به الجزائر، لطالما اكتست بعدا رمزيا ثقافيا إلى جانب كونها وسيلة للزينة لدى المرأة الجزائرية. طريقة لبسها ولا مكان لبسها عنده رمزية معينة. الإبسيم اللي راهو خلفي المرأة المتزوجة واللي تبكر بولد مولود ذكر توضحها على الرأس. الخلالة باغ اكزومبل هو نوع آخر من أنواع الأبازيم في بعض المجتمعات الأوراسية. إذا كانت الجهة جهة الإبرة متوجهة إلى الأعلى نحو الأعلى، فهذا يعني أن الفتاة ليست متزوجة. إذا كان موجه نحو الأسفل يعني هي متزوجة. هنا قطع من الحلي الشهيرة لمنطقة القبائل، واحدة من رموز الأصالة الجزائرية التي ذاع صيتها عبر العالم، تشتهر برموزها الخاصة وأشكالها المرصعة بأجود أنواع المرجان. لمايك الوزوني الميناء المتجزئ حقيقة تنفرد به منطقة القبائل، وهي تقنية معروفة منذ الفترة الأولى من الفترات القديمة. مدينة بجاية وهناك وبعض المناطق الأخرى من القبائل تتميز بسواحلها، والشمال الجزائري يتميز بسواحله وبكثرة المرجان وحتى بنوعيته، يعني عندنا من أفضل أنواع المرجان في العالم. المعرض المتواصل تحت عنوان الحلي هوية وأصالة يفتح أبوابه لعشاق الجمال للسفر عبر قطع أبدعت فيها أنامل جزائرية لتبرز جمال وأصالة سيدات الجزائر.